الحمد لله على السلامة، وحشتني قوي قوي. ايه مالك؟ لا ابدا، بس تعبان شوية مصر. في حاجة حصلت؟ هيحصل ايه بس يا زينة؟ شكلك كده مش عاجبني. امسك زينب، انا لازم اتجوز. اخسى عليك، وقعت قلبي. ما هو ده املي انا كمان. اصبر شويه هنتجوز. مستحيل يا زينب، احنا بقالنا شهور بنحاول لكن مفيش فايده. قصدك ايه؟ حسين مش هيطلقك، هي دي الحقيقه. يعني ايه؟ انت عارفه ان شغلي ابتدى يكبر في السوق وبقالي اسم، واحد زيي لازم يبقى له وضع اجتماعي، يعني لازم اكون متجوز. زينب انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعمري ما حبيت حد غيرك، واذا كنت هتجوز فده عشان شغلي وعشانك انت كمان. عشاني؟ ايوه يا زينب عشانك انت، صدقيني، وخصوصا لو عرفتي هتجوز مين. ميرفت مش كده؟ ايوه، ايه رايك؟ كنت حاسه. وهنفضل مع بعض، علاقتنا هتفضل زي ما هي. صدقيني يا زينب انا فكرت كتير، هو ده احسن حل. انت ترجعي لجوزك وانا اتجوز ميرفت، وساعتها محدش هيشك فينا. اه يا سافل يا نجل، مش كفايه فضلت ورايا لغايه ما سبت بيتي وجوزي، ودلوقتي عاوز تعملني زي واحده مامس؟ زينب قدري موقفي انا كمان. طب اعمل ايه؟ هو عليك. عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ يكون في علمك لا هطلقك ولا هتعذبي هنا تاني، هسيبك كده زي البيت الواقف. عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟